كان يا مكان كان في ولد أمور شطور وعسول حلو وصغير، وكان اسمه أحمد. وأحمد كان بيحب ماما وبابا وبيسمع كلامهم. وفي يوم من الأيام وزي كل يوم خرج أحمد لمامته علشان يطلب منها المصروف علشان نازل المدرسة. فقال لها: يا ماما لو سمحت ممكن آخد المصروف بتاعي؟ فقالت له: طبعا يا أحمد اتفضل المصروف بتاعك أهو. فقال لها: شكرا يا ماما، وسلم عليها ونزل على السوبر ماركت على طول علشان يشتري كيك. ولكن أحمد اشترى كيكتين، واحدة لي وواحدة لياسين صاحبه، وأخدهم حطهم في كيس. ولما راح المدرسة أول حاجة عملها أول ما شاف ياسين قال له: ياسين أنا جبت لك معايا مفاجأة. وطلع الكيكة واداها لياسين. ياسين فرح جدا بالكيكة وقال له: شكرا يا أحمد، أنا مش عارف أقول لك إيه. وهم واقفين دخل عليهم آدم صاحبهم وكان معاه كيك هو كمان، وقعدوا التلاتة يأكلوا الكيك مع بعض. وبعدين أحمد وآدم دخلوا الفصل. فآدم قال لأحمد: أنا عايز أسألك سؤال، أنا ملاحظ إن أنت كل يوم بتجيب حاجة حلوة لياسين، ممكن أعرف السبب؟ فأحمد قال له: طبعا، لأن ياسين مش بياخد مصروف وبحس إنه بيكون زعلان، والله سبحانه وتعالى قال لنا في سورة آل عمران: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. يعني ربنا هيرزقنا خير كتير قوي قوي لو إحنا أنفقنا وتصدقنا بالحاجات اللي إحنا بنحبها. وأنا بحب الكيك. وكمان الله سبحانه وتعالى قال لنا في سورة الحشر: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. يعني حتى لو المصروف بتاعي قليل بحاول دايما أجيب حاجات لياسين علشان تفرحه، وبفرح جدا لما بشوف نظرة السعادة في عينيه. فأحمد قال له: دي فكرة حلوة جدا، وأنا كمان هعمل زيك. هما واقفين بيتكلموا دخل ياسين معاهم، وقعدوا التلاتة مع بعض في الفصل، وكان يوم جميل وقضوا وقت جميل مع بعض. وكمان كان عندهم امتحان والتلاتة حلوا كويس جدا في الامتحان وجابوا درجات كويسة. وتوتة توتة خلصت الحدوتة. قال الله تعالى: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. وقال تعالى: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. كان يا مكان كان في ولد شاطر جدا وشجاع اسمه عمار. النهاردة كان يوم مميز جدا عند عمار، لأن عمار قرر إنه يعمل الكيبي بي في الحمام. عمار كان خايف شوية ولكن اتشجع وخرج علشان يقول لمامته إن هو هيعمل الكيبي بي في الحمام. وهو رايح لمامته كان متردد وخايف، وقعد يقول: يا ترى أعمل الكيبي بي في الحمام النهاردة ولا مش لازم؟ إن عمار شجاع جدا فقال: لأ أنا هروح أقول لماما. يا ماما أنا قررت أعمل الكيبي بي في الحمام النهاردة إن شاء الله. أنت متأكد يا عمار؟ انت شكلك خايف قوي حبيبي. انا عايزة اقولك حاجة مهمة قوي يا عمار، الخوف احساس طبيعي وكل الناس بتخاف، وعادي ان احنا نخاف، كل مشاعرنا طبيعية وكل مشاعرنا مقبولة، وانا يهمني ان انت تكون مطمن في اي حاجة بتعملها. بصراحة يا ماما انا خايف شوية ولكن انا متحمس اني اجرب حاجة جديدة، يلا بينا نروح ونجرب. راح عمار ومامته على الحمام. يا عمار ايه رأيك، تحب ادخل معاك الحمام ولا تحب استناك هنا؟ بصراحة يا ماما انا خايف شوية، لو سمحت ممكن تيجي معايا الحمام؟ حاضر يا حبيبي يلا بينا. دخل عمار الحمام وكان خايف جدا، ولكن قعد على الحمام وعمل الكيبي بي في الحمام. برافو عليك يا عمار، انت بطل وقوي وشجاع. نزل عمار ولبس هدومه وضرب السيفون، وبعدين راح على الحوض وغسل ايده بالمية والصابون كويس جدا، وبعدين خرج مع مامته. لما عمار ومامته خرجوا الصالة مامته قالت له: انا فخورة بيك جدا يا عمار، انت بطل وقوي وشجاع، انت قدرت تعمل الكيبي بي في الحمام لوحدك، برافو عليك يا عمار،
ما شاء الله شكرا عليك. شكرا يا ماما لانك دايما بتشجعيني وبتساعديني وبتطمنيني، ربنا يخليكي ليا. وتوتة توتة خلصت الحدوتة. كان يا مكان كان في بنوتة جميلة اسمها وعد، وفي يوم من الأيام الجو كان برد جدا، فمامتها قالت لها يا وعد لو سمحت قبل ما تنزلي عايزاكي تلبسي تقيل لأن الجو برد جدا النهاردة. فوعد قالت لها حاضر يا ماما، لأن وعد بتحب ماما وبتسمع كلامها. دخلت أوضتها ولبست لبس تقيل، وبعدين خرجت علشان تستأذن مامتها قبل ما تنزل تقابل صاحبتها. فقالت لها يا ماما أنا لبست لبس تقيل، لو سمحت ممكن أنزل دلوقتي أقابل صاحبتي؟ فمامتها قالت لها طبعا يا وعد، بس لو سمحت ما تتأخريش. وبعدين مامتها قعدت تدعي لها ربنا يبارك فيك ويحفظك ويحميكي. فوعد قالت لها شكرا يا ماما، شكرا ان انت بتدعي لي كل يوم. وسلموا على بعض ووعد نزلت. كانت مبسوطة جدا ان هي هتقابل صاحبتها، ولكن اول ما شافتها لاحظت ان صاحبتها زعلانة، فقالت لها هو انت زعلانة ليه؟ قالت لها بصراحة الجو برد جدا، وقبل منزل ماما قالت لي البسي الجاكيت، وانا قلت لها لا الجو مش مستاهل جاكيت، ودلوقتي ندمانة لأن الجو برد جدا وبقول يا ريتني سمعت كلام ماما. وفجأة وهم واقفين الجو مطر، فالبنوتة زعلت جدا وكانت بردانة جدا وما كانتش عارفة تعمل ايه. فوعد قالت لها ما تخافيش أنا معايا جاكيت زيادة اتفضلي البسيه. صاحبتها شكرتها وقالت لها شكرا. وعد قالت لها لا شكر على واجب، بس يلا نروح بسرعة لأن احنا كده هنغرق. وفعلا سلموا على بعض وكل واحدة فيهم روحت بيتها. البنوتة دخلت عند مامتها، مامتها كانت قلقانة عليها جدا ففتحت بسرعة، ولكن اتطمنت لما شافتها لابسة الجاكيت. فقالت لها الجاكيت ده حلو قوي جبتيه منين؟ فقالت لها وعد صاحبتي ادتهولي، وانا اسفة جدا يا ماما ان انا ما سمعتش الكلام، انا كان المفروض اسمع كلامك لان فعلا الجو كان برد جدا، ومن النهاردة هسمع كلامك دايما. مامتها قالت لها حصل خير، اهم حاجة عندي ان انت كويسة. وتوتة توتة خلصت الحدوتة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. وقال صلى الله عليه وسلم أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس، وأحب الأعمال إلى الله سرور تدخله على مسلم. كان يا مكان كان في ولد شاطر ومؤدب جدا اسمه زين، وزين كان بيحب يروح المدرسة. أقرب صاحب لزين اسمه حمزة، زين بيحب يروح المدرسة علشان يتعلم كل يوم حاجات جديدة. وفي يوم من الأيام وزي كل يوم جهز حاجته علشان ينزل المدرسة، وقبل ما ينزل سلم على تيتا وسألها محتاجة أي حاجة يا تيتا قبل ما انزل؟ فتيتا قالت له شكرا يا زين أنا مش محتاجة أي حاجة، أنا بس عايزة سلامتك وعايزاك تاخد بالك من نفسك. فزين قال لها حاضر يا تيتا وسلم عليها ونزل. لما دخل الفصل زي كل يوم سلم على كل زمايله في الفصل، ولكن أخد باله إن حمزة مجاش النهاردة، فقرر إنه يتصل عليه ويطمن ويشوفه مجاش ليه. السلام عليكم، ازيك يا حمزة؟ انت تأخرت قوي، هو انت ما جيتش ليه لحد دلوقتي؟ فحمزة قال له بصراحة انا تعبان جدا النهاردة ومش هقدر اجي، بس مش عارف هعمل ايه في الامتحانات الاسبوع اللي جاي، هيفوتني كده حاجات كتير قوي. فزين قال له ما تقلقش خالص، انا هركز كويس جدا النهاردة، وان شاء الله اي حاجة هتفوتك انا هذكرها لك بكرة. حمزة قال له شكرا يا زين، زين قال له لا شكر على واجب. ولما المدرسة خلصت زين روح بسرعة علشان يلحق يذاكر علشان يقدر يذاكر لحمزة بكرة. سلم على تيتا وقال لها يا تيتا حمزة مجاش النهاردة، فانا هدخل بسرعة علشان اذاكر علشان اقدر اذاكر لحمزة بكرة.
فتيتة قالت له: أنا فخورة بيك جدا يا زين إن أنت بتساعد أصحابك، بس ما تتأخرش في النوم علشان تقدر تبقى صاحي فايق وتقدر تركز في المدرسة. قال لها: حاضر يا تيتا، مش هتأخر إن شاء الله. زين طلع كتبه وحكته وقعد يذاكر ويذاكر ويذاكر، ذاكر كتير جدا وعمل ملخصات لحمزة. ولما خلص مذاكرة نظف المكتب ونظف أوضته ودخل علشان ينام ننة. وقبل ما ينام قال دعاء النوم: بسمك اللهم أموت وأحيا. ونام ننة. ولما صحى من النوم جهز حاجته ونزل علشان يقابل حمزة. سلم على تيتا بسرعة وتأكد إن هي مش محتاجة أي حاجة، ونزل المدرسة. كان متحمس جدا، سلم على كل زمايله في الفصل. وفجأة حمزة دخل عليه، فزين اداله كل حاجة هو خلصها له مبارح وقعد يذاكر له. مش بس كان بيذاكر لحمزة، كان بيذاكر لكل زمايله في الفصل، كلهم جابوا درجات حلوة. وتوتة توتة خلصت الحدوتة. سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الفضائل أفضل؟ فقال: أن تدخل على أخيك المؤمن سرورا، أو تقضي له دينا، أو تطعمه خبزا. وقال صلى الله عليه وسلم: أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس، وأحب الأعمال إلى الله سرور تدخله على مسلم. كان يا مكان، كان في بنوتة صغيرة شطورة وعسولة حلوة وأمورة، وكان اسمها لينا. ولينا كانت بتحب ماما وبابا وبتسمع كلامهم. وفي يوم من الأيام جانا صاحبة لينا كلمتها وكانت بتعيط. كانت بتقول لها: يا لينا، الامتحان بتاع بكرة أنا مش عارفة أذاكر له لوحدي خالص، ممكن لو سمحتي تيجي تساعديني في المذاكرة؟ لينا قالت لها: طبعا يا جنى، بس أنا لازم أستأذن ماما الأول، هستأذنها ولو وافقت هجيلك إن شاء الله. خرجت لينا لمامتها علشان تستأذنها إذا ينفع تروح لجنى، فقالت لها: يا ماما، جنى كلمتني وبتعيط ومش عارفة تذاكر خالص، ممكن لو سمحت أروح علشان أساعدها في المذاكرة؟ فمامتها قالت لها: طبعا يا لينا، أنا فخورة بيكي جدا إن أنتي بتحبي تساعدي صحباتك، بس لو سمحت ما تتأخريش وطمنيني عليكي أول بأول. فلينا قالت لها: حاضر يا ماما، هطمنك إن شاء الله أول بأول. وسلمت على مامتها وخرجت. نزلت لينا من البيت وركبت العربية، وكانت مبسوطة إن هي رايحة تساعد صاحبتها جنى. ولما وصلت عند جنى خبطت على الباب 3 مرات، لأن لينا عارفة إن الاستئذان 3 وما ينفعش نخبط أكتر من 3 مرات، ولو الناس ما فتحولناش بنروح على طول على بيتنا، وبنعرف إن هم عندهم ظروف. ولكن جنى فتحت لها واستقبلتها استقبال كويس جدا، ومامة جنى شكرت لينا جدا إن هي جت مخصوص علشان تساعد جنى في المذاكرة، وقالت لها: شكرا ان انت بتساعدي جنى. اخدت لينا على الاوضه جوه علشان يذاكروا مع بعض، ومامة جنى قعدت تدعي لهم ربنا يوفقهم في الامتحانات ويجيبوا درجات كويسه. جنى ولينا دخلوا الاوضه وقعدوا يذاكروا وقت كتير جدا. وعايزه اقول لكم يا اصحابي ان هم دخلوا الامتحان وجابوا الاتنين درجات كويسه جدا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. وقال صلى الله عليه وسلم: أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس، وأحب الأعمال إلى الله سرور تدخله على مسلم. كان يا مكان، كان في بنوتة جميلة شطورة وعسولة حلوة وأمورة، وكان اسمها سدن. وفي يوم من الأيام سدن كان عندها امتحان، كانت قلقانة وخايفة من الامتحان برغم إنها ذاكرت كويس قوي، فخرجت لمامتها علشان تقول لها قد إيه هي خايفة وتفضفض معاها: ماما، أنا ذاكرت كويس قوي بس بجد لسه خايفة ومش عارفة هعمل إيه بكرة، حاسة إن كل حاجة ذاكرتها نسياها.
بصي يا سدن، انا عارفة ان انتي عملتي اللي عليكي وطول السنة بجد كنتي بتذاكري. ربنا مش هيضيع تعبك ابدا، ان الله لا يضيع اجر من احسن عمله. وانتي ذاكرتي وعملتي اللي عليكي. وعايزة اقولك حاجة كمان، حتى لو غلطتي بكرة في الامتحان، كل الناس بتغلط وعادي ان احنا نغلط، المهم نحاول ما نكررش اغلطنا. كلامك بيريحني قوي يا ماما، شكرا انك في حياتي. انا هدخل انام وريح جسمي علشان بكرة اكون فايقة وانا بحل في الامتحان. مامتها قعدت تدعي لها ربنا يوفقها ويبارك فيها ويحفظها. سدن دخلت علشان تنام، ولما نامت قالت دعاء النوم، بسمك اللهم اموت واحيا. ولما صحيت قالت دعاء الصحيان، الحمد لله الذي احيانا بعد ما اماتنا واليه النشور. لما صحت سدن من النوم جهزت شنطتها وجهزت حاجتها ونزلت على المدرسة. قابلت صاحبتها وسلمت عليهم ودخلوا الفصل على طول. كلام مامة سدن كان مطمنها قوي، ولما الامتحان بدأ كانت مطمنة ومرتاحة. خلصوا الامتحان، سدن وصاحبتها قعدوا يراجعوا الامتحان مع بعض، ولكن سدن اكتشفت ان عندها غلطة، بس على طول افتكرت كلام مامتها امبارح وهي بتقول لها انه عادي ان احنا نغلط وكل الناس بتغلط، المهم نحاول ما نكررش اغلطنا. فارتاحت وهدت وكملت يومها عادي. سلمت على اصحابها وكل واحدة فيهم روحت بيتها، بس سدن جه في بالها فكرة جميلة، قررت ان هي تعدي على محل ورد وتشتري لمامتها بوكيه ورد جميل. لما روحت البيت اول حاجة عملتها شكرت مامتها وادتها بوكيه الورد. الورد ده ليا؟ ده حلو قوي، تسلم ايدك يا سدن. انا عايزة اقولك انت يا ماما شكرا، شكرا انك دايما بتطمنيني ودايما بتدعميني ودايما واقفة جنبي. اي مشكلة في حياتي انت بتساعديني فيها. حبيبتي يا سدن، انت قلبي وروحي وعمري وحياتي، ربنا يخليك ليا ويحفظك. وتوتة توتة خلصت الحدوتة. كان يا مكان كان في قط زعلان، وكان جعان وعطشان، وكان يقعد يلف في الشارع ويروح هنا ويجي هنا ويدور على أكل هنا ويدور على مية هنا، ولكن كان مش بيلاقي أبدا. وفي يوم من الأيام كان في ولد شطور، أمور وعسول، حلو وصغير. أخد باله إن القط زعلان فقال له انت مالك، انت شكلك جعان وشكلك كمان عطشان، انا هروح السوبر ماركت اشتري لك اكل واجيب لك مية، وان شاء الله مش هتأخر ابدا. وفعلا الولد الشطور جري جري على السوبر ماركت وقال انا هروح بسرعة اجيب له الاكل علشان ياكل ويشرب ويشبع، واخد الاكل والمية وجري جري على القطة، حط قدامها الأكل وحط قدامها المية، والقطة قعدت تاكل وتاكل وتشرب وتشرب لحد لما شبعت، ولما شبعت نامت ننة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من رحم ولو ذبيحة رحمه الله يوم القيامة. كان يا مكان كان في أختين توأم، حلوين وشطرين، اسمهم كرمة وكنزي. كانوا أول لما يصحوا من النوم بينظفوا أوضتهم، وفي يوم من الأيام مامتهم خرجت راحت مشوار. كرمة وكنزي اتفقوا يعملوا مفاجأة لمامتهم وينظفوا البيت كله. كرمة بدأت تجمع الجزم وتحطها في مكانها، كنزي جابت كيس وبدأت تلم الورق اللي في الأرض، كل واحدة فيهم جابت مساحة ومسحوا الأرض وخلوها زي الفل. خرجوا الصالة، جابوا مكنسة ومساحة وكنسوا الأرض ومسحوها، والصالة بقت زي الفل. بعدين دخلوا الحمام علشان ينظفوه، كنزي جابت المساحة ومسحت الأرض، وكرمة لمعت الحمام كويس لحد ما الحمام بقى نظيف وجميل. دخلوا المطبخ، كان في غسيل عايز يتنشر. بقولك ايه يا كنزي، ايه رأيك ننشر الغسيل؟
والله دي فكرة حلوة، استني هشيل السبت معاكي لحسن شكله تقيل قوي. شايلوا سبت الغسيل مع بعض، كانوا قاعدين يضحكوا لأن السبت كان هيقع منهم أكتر من مرة. بدأوا ينشروا ونشروا كل الغسيل. استغربوا جدا إزاي مامتهم بتعمل كل ده كل يوم، وقالوا إنهم هيساعدوها على طول. دخلوا المطبخ علشان يعملوا مفاجأة حلوة قوي قوي لمامتهم، قرروا يطبخوا لها أكل جميل. قطعوا الفلفل وقطعوا البصل وغسلوا الفراخ وعملوا رز وعملوا لحمة وعملوا لمامتهم أكل رائع. وبعد شوية مامتهم جت، كانت لفت في الشقة وشافت الشقة عاملة إزاي وكانت طايرة من الفرحة. تسلم إيديكو، الحلاوة دي، البيت تحفة، والله انتوا كمان طبختوا. بصراحة انتي بتتعبي قوي يا ماما، ان شاء الله هنساعدك دايما. شكرا يا ماما على كل حاجة بتعمليها لنا. مامتهم قعدت تدعي لهم ربنا يخليكوا ليا يا كرمة وكنزي ويحميكم ويخليكم لبعض ويبارك فيكم. وتوتة توتة خلصت الحدوتة. قال تعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. كان يا مكان كان في بنوتة جميلة اسمها ريتال، وريتال كان عندها أخت صغنونة اسمها مكة. ريتال كانت بتحب مكة جدا، كانت أول لما تصحى من النوم تجري علشان تاخد مكة وتلعب معاها شوية. فخرجت ولكن لقت مامتها غطسانة في النوم، واضح ان مكة ما نمتش طول الليل. ريتال قررت ان هي مش هتصحي مامتها وهتاخد مكة بالراحة وتاخد بالها منها طول النهار علشان مامتها تقدر تنام وترتاح. بعد شوية مكة قعدت تعيط، فريتال قالت يمكن جعانة، هروح اعمل لها اللبن. فعلا ريتال اخدت مكة وبدأت تعمل لها اللبن في المطبخ. ريتال سابت مكة على الارض بالراحة جدا وبدأت تعمل لها اللبن بسرعة لان مكة كانت بتعيط. خلصت اللبن بسرعة جدا واخدت مكة وخرجت الصالة. اول لما قعدت على الكنبة شالت مكة وبدأت تشربها اللبن. لما مكة شبعت نزلت تلعب بالمكعبات، وبعد شوية مامة ريتال صحيت من النوم. مامتها كانت مبسوطة جدا، قالت لها شكرا جدا يا ريتال، انت خليتيني انام كويس جدا، وشكرا انك اخدتي بالك من اختك مكة، بقالي زمان ما نمتش كويس بالشكل ده، جزاك الله خيرا. ريتال قالت لها انا هحاول دايما اساعدك يا ماما، احنا عيلة بنحب بعض وبنساعد بعض. عن ابي هريرة رضي الله عنه قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال ثم أمك. قال ثم من؟ قال ثم أمك. قال ثم من؟ قال ثم أبوك. كان يا مكان كان في حمامة زعلانة وجناحها مكسور وتعبانة، كانت كل لما بتحاول تطير مش بتعرف وكانت بتتوجع وتتألم. فجأة ظهر ولد شاطر جدا ومؤدب اسمه مالك، فقال لها يا حمامة هو انت جناحك مكسور؟ هو انت تعبانة ومش عارفة تطيري؟ طيب انا هاخدك دلوقتي اوديكي للدكتور يكشف عليكي ويشوف انت فيكي ايه. وفعلا مالك أخدها ووداها للدكتور، ولما دخلت الدكتور جبسها وجبس جناحها وقال له إن شاء الله هتبقى كويسة كمان كم يوم. لما مالك خرج قعد يفكر ويقول يا ترى الحمامة هتعمل إيه لو أنا سبتها في الشارع؟ ممكن ما تعرفش تطير وتجيب أكل لنفسها، أنا بفكر أخدها معايا البيت وأراعيها لحد ما جناحها يبقى سليم. لما وصل البيت سلم على أخته ليلى وحكى لها اللي حصل، فليلى قالت له أنا فخورة بيك جدا يا مالك، بجد برافو عليك، أنت رحيم بالحيوانات والطيور.
واتفقوا مع بعض يأكلوها ويشربوها كل يوم. كانوا يجيبوا لها أكل ويشربوها، ومالك كمان كان بياخدها تنام معاه في الأوضة وكان بيلعب معاها طول الوقت. وعدت أيام كتير والحمامة قاعدة معاه، وكانت ليلى بتدخل تلعب مع مالك والحمامة كل يوم، وتعودوا على الحمامة وأخدوا عليها. ويوم بعد يوم الحمامة كانت بتتحسن، وكان جناحها بيقوى يوم بعد يوم، وكمان بدأت الحمامة تطير وتروح هنا وتروح هنا، ولكن كانت تخبط في الأرض وتخبط في السقف وتخبط في الدولاب وتخبط في السرير، وما كانتش عارفة تطير جوه البيت أبداً. فمالك وليلى قرروا وقالوا احنا لازم نخرجها من الشباك، لان حياتها في البيت عندنا هتبقى صعبة جدا. وفعلا اخدوا الحمامة وخرجوا علشان يخرجوها من الشباك. ولما وصلوا عند الشباك كانوا زعلانين جدا، سلموا على الحمامة وسابوها تطير. ولكن يا أصحابي الحمامة كانت عرفت طريق بيتهم، وكانت كل يوم بتيجي تزورهم وتلعب معاهم. مالك وليلى كل يوم كانوا بيحطوا للحمامة أكل عند الشباك، والحمامة كانت بتيجي تاكل عندهم، وتوتة توتة خلصت الحدوتة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من رحم ولو ذبيحة رحمه الله يوم القيامة. كان يا مكان كان في ولدين أخوات اسمهم علي وعمر. النهاردة عيد الأضحى. أول لما صحيوا من النوم علي قال لعمر: كل سنة وانت طيب يا عمر، يلا بينا نعمل اللي اتفقنا عليه امبارح. وانت طيب وبخير يا علي، يلا نروح لماما نعيد عليها وناخد العيدية. وفعلا علي وعمر خرجوا الصالة علشان يعيدوا على مامتهم ويقولوا لها كل سنة وهي طيبة وياخدوا العيدية. لما مامتهم شافتهم قالت لهم: حبايب ماما كل سنة وانتوا طيبين. صباح الخير، صباح يا ماما. النور يا ماما. كل سنة وانت كل طيبة. كل سنة وانت طيبة وبخير وسعادة. وانتوا طيبين يا روح قلب ماما، اتفضلوا العيدية بتاعتكم اهي، وخلوا بالكوا على نفسكم، عايزاكوا تنبسطوا. مامتهم قعدت تدعي لهم وهم نازلين: ربنا يا رب ينفع بيكم الإسلام والمسلمين. تفتكروا يا أصحابي علي وعمر هيعملوا إيه بالعيدية؟ نزلوا السوبر ماركت اشتروا بلالين وراحوا علشان يوزعوها على الناس في لأن المسجد. لأن أحب الأعمال إلى الله سرور تدخله على مسلم. بعد صلاة العيد علي وعمر وزعوا كل البلالين على كل الناس، وقالوا للناس كلها: كل سنة وانتوا طيبين. البلالين عملت أجواء حلوة قوي، والناس كلها كانت مبسوطة وسعيدة. يا عمر ايه رأيك ننظف المسجد؟ طبعا يا علي يلا بينا. علي وعمر وهما بينظفوا المسجد الشيخ كان بينظف معاهم وشكرهم وقال لهم: تسلم ايديكم، انتم حقيقي اصدقاء المسجد، كل مرة بتيجوا بتنظفوا المسجد وبتخلوه حلو قوي، شكرا جدا يا علي وعمر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحب الأعمال إلى الله سرور تدخله على مسلم. كان يا مكان كان في ولد أمور شطور وعسول حلو وصغير، وكان اسمه الحسن. والحسن كان بيحب ماما وبابا وبيسمع كلامهم. وفي يوم من الأيام الحسن وهو واقف في الشارع شاف ولد بيجري وخايف جدا، وشاف ولد بيجري وراه واضح ان هو عايز يأذيه. فالحسن استغرب جدا، هو ليه الولد ده عايز يأذي الولد ده؟ فقرر ان هو ينادي على الولد المؤذي ده ويسأله هو في ايه. فقال له: لو سمحت ممكن أسألك سؤال؟ فالولد قال له: عايز تكلمني في ايه؟ انت بتوقفني ليه؟ فالحسن قال له: ممكن أعرف أنت بتجري ورا الولد ده ليه؟ شكله خايف جدا. فالولد قال له: لأني بحس دايما أني قوي جدا لما الناس بتخاف مني. فالحسن قال له: بس أنت عارف أن القوة الحقيقية هي أنك تساعد الناس مش أنك تخوفهم. القوي هو اللي بيساعد الناس، والضعيف هو اللي بيأذي الناس وبيخوفهم. فإيه رأيك نتفق أن أنت ما تأذيش حد أبدا؟ فالولد قال له:
بجد انت فهمتني حاجات كتير قوي ما كنتش اعرفها، ومن النهاردة ان شاء الله هحاول اساعد كل الناس ومش هأذي حد ابدا. واتفقوا ان هما يتقابلوا تاني يوم وسلموا على بعض، وكل واحد فيهم روح بيته. الحسن دخل اوضته وكان تعبان جدا، اتغطى ونام على السرير، وقبل ما ينام قال دعاء النوم: بسمك اللهم اموت واحيا. ونام ننة. ولما صحى كان متحمس جدا ان هو يقابل الولد اللي اتعرف عليه امبارح، فنزل بسرعة علشان يشوفه. وبعد ما سلموا على بعض الولد قال له: انا امبارح والنهاردة ساعدت ناس كتير جدا وما اذيتش حد ابدا، وكمان اتعرفت على اصحاب جداد وعرفوا على اصحابه الجداد وقضوا وقت جميل جدا مع بعض. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم الناس من لسانه ويده. وقال صلى الله عليه وسلم: تكف شرك عن الناس فإنها صدقة منك على نفسك. كان يا مكان كان في ولد شاطر جدا اسمه سليم. وسليم مامته كانت تعبانة بقالها 3 أيام، فقرر إن هو ينظف البيت لأن البيت أصبح وحش جدا. بدأ يلم الأول الهدوم اللي مش نظيفة اللي في أوضته علشان يوديها تتغسل. أخد الهدوم كلها وحطها في الغسالة، شغل الغسالة، وبعدين جاب كيس وبدأ يلم الحاجات اللي في الأرض. لم كل حاجة في الأرض وحطها في الكيس وراح علشان يرميها في الباسكت. رماها في الباسكت وبعدين أخد المقشة وراح علشان يكنس أوضته. كنس الأوضة كويس جدا، وبعدين جاب المساحة وبدأ يمسح الأوضة. مسح الأوضة ونظفها كويس جدا. يا سلام، الأوضة بقت نظيفة والله يا سليم. خرج الصالة، كان في غسيل كتير قوي على الكنبة، بدأ يطبق كل الغسيل. وبعدين أخد الغسيل علشان يحطه في الدواليب، حط كل حاجة مكانها. وبعدين خرج الصالة علشان يلم الحاجات اللي في الأرض، جاب كيس وبدأ يلم كل الحاجات اللي موجودة في الأرض. ولما خلص حط الكيس في الباسكت. رجع تاني الصالة علشان يروقها. خرج الصالة وبدأ يحط الجزم مكانها والحاجات كلها في مكانها. وبعدين جاب المقشة وقعد يكنس هنا ويكنس، جاب المساحة وقعد يمسح هنا ويمسح هنا، وخلى الصالة زي الفل. تسلم ايدك والله يا سليم. دخل المطبخ وجاب كيس وقعد يلم الحاجات اللي في كان الأرض. فيه تفاحتين هو أكلهم بالليل وسابهم على الترابيزة، فقعد يقول: ياه يا ريتني كنت حطيتهم على طول في الباسكت بدل ما هم طول الليل كانوا هنا. إن شاء الله المرة الجاية مش هسيب التفاح كده أبدا، وأول ما خلصه هرميه على طول في الباسكت. رمى كل حاجة في الباسكت وبعدين قعد يروق المطبخ، نظف الأرض ونظف الترابيزة، وبعدين غسل المواعين. وكان تعب جدا، ولكن الغسيل كان خلص، فأخد الغسيل علشان يروح ينشره. نشر كل الغسيل، وبعدين أخد الزبالة اللي هو جمعها النهاردة ونزل علشان يرميها في الباسكت اللي في الشارع. حط كل الزبالة في الباسكت وبعدين دخل السوبر ماركت علشان يشتري طلبات البيت. جاب طلبات البيت وحط كل حاجة مكانها. وبعدين افتكر الحمام، الحمام كان مش نظيف خالص، فدخل علشان يشوف إذا كان هيقدر ينظف الحمام ولا لا. سليم كان تعبان جدا، الحمام كان محتاج مجهود كبير قوي، وسليم ما كانش قادر، فقرر إن هو مش هيعمل الحمام النهاردة لأن صحته أهم من أي حاجة، وقال: إن شاء الله بكرة أول لما أصحى هنضف الحمام. واستغرب جدا إزاي مامته بتعمل كل ده كل يوم، وقرر إن هو هيساعد مامته كل يوم علشان المجهود ده كتير قوي قوي على مامته. بعدين قال: أنا عايز أعمل لماما عصير، فخرج علشان يروح يعمل لمامته عصير ليمون. كان تعبان جدا، ولكن وقف وعمل العصير وجاب الخلاط وعصر الليمون وجهز العصير بشكل جميل وراح لمامته علشان يفرحها.
مامته لما شافته جايب لها عصير شكرته جدا وقالت له يا سليم انت تعبت نفسك قوي. قال لها يا ماما انا مش بس عملت العصير، انا كمان نظفت كل البيت، نظفت اوضتي ونظفت الصاله وغسلت المواعين كنست ومسحت وغسلت الهدوم ونشرت الغسيل وجبت طلبات البيت ورميت الزباله. وانتي بصراحة يا ماما بتتعبي قوي قوي، وان شاء الله هساعدك كل يوم لان احنا عيلة بنحب بعض وبنساعد بعض. مامته قعدت تدعيله ربنا يحفظك يا سليم ويبارك فيك ويخليك ليا. وبعد يومين يا اصحابي مامته بقت كويسة، ولما شافت البيت انبهرت وقالت له جزاك الله خيرا يا سليم. وتوتة توتة خلصت الحدوتة. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال ثم أبوك. كان يا مكان كان في بنوتة جميلة اسمها ليندا. وفي يوم من الأيام سارة صاحبة ليندا كلمتها، قالت لها يا ليندا أنا كنت بشتري ترابيزة لماما مفاجأة لأن الترابيزة بتاعتنا اتكسرت، وبعد ما اشتريتها لقيتها تقيلة قوي، تقدري تيجي تساعديني؟ قالت لها طبعا أقدر أجي، بس لازم أستأذن ماما الأول، فهروح أستأذن ماما ولو ماما وافقت هجيلك على طول إن شاء الله. وفعلا ليندا خرجت علشان تستأذن مامتها إذا ينفع تروح تساعد سارة ولا لأ. فخرجت لمامتها وقالت لها اللي يا ماما سارة كلمتني وقالت لي إن هي كانت بتشتري ترابيزة لمامتها، ولكن بعد لما اشترتها لقت إن الترابيزة تقيلة قوي عليها. بعد إذنك يا ماما ممكن أروح أساعدها؟ مامتها قالت لها بصي يا ليندا لو أنت قادرة وحاسة إن أنت صحتك كويسة طبعا تقدري تنزلي وتساعديها، لكن لو انت حاسة ان انت تعبانة ومش هتقدري ما تجيش على نفسك ابدا، ساعتها هنكلمها ونعتذر منها ونبعت لها حد يساعدها. يا ماما انا حاسة ان انا هقدر اساعدها وحاسة ان انا الحمد لله صحتي كويسة، كمان انا مش مشغولة خالص وخلصت كل الواجبات اللي عليا، كل المذاكرة الحمد لله خلصتها. مامتها قالت لها خلاص اتفضلي يا ليندا انزلي، ولو احتاجتي اي حاجة كلميني وهجيلك على طول. وقعدت تدعي لها ربنا يحفظك يا ليندا ويسترها معاكي ويخليكي ليا ويبارك فيكي ويحميكي. اول لما شافت صاحبتها ساره قعدت تضحك، وما كانتش قادره تبطل ضحك من منظر ساره وهي واقفه في الشارع بالترابيزه. اليوم كان حلو قوي ومن حلاوته ما حسوش بالوقت خالص ووصلوا البيت بسرعه. لما دخلوا البيت مامت ساره شافت الترابيزه عجبتها جدا جدا وسألت سارة هو انت جبتيها ازاي؟ فسارة حكت لها اللي حصل وقالت لها يا ماما انا كنت في المحل بشتريها وبصراحة كنت فاكراها خفيفة قوي، ولكن بعد ما اشتريتها لقيتها تقيلة جدا وما كنتش عارفة اشيلها لوحدي، فكلمت ليندا وليندا كتر خيرها جاتلي على طول وساعدتني طول الطريق. قالت لهم والله تسلم ايديكو الترابيزة حلوة جدا ولايقة مع الكنبة ولايقة مع الصالة، وانتي يا ليندا لازم تقعدي تتعشي معانا. فليندا قالت لها يا طنط والله انا مش هقدر خالص، انا ما قلتش لماما اني هتأخر كده ممكن ماما تزعل مني. فمامة سارة قالت لها ما تقلقيش انا هكلمها واستأذنها وان شاء الله هتوافق. وفعلا مامة سارة كلمت مامة ليندا واستأذنتها ان سارة تقعد تاكل معاهم، ومامة ليندا وافقت. جابت لهم العشاء وقعدوا ياكلوا مع بعض وقضوا وقت جميل جدا. وتوتة توتة خلصت الحدوتة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. وقال صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه.